أكيد معظمكم سامعين أو مجربين الأفوكادو توست. الهبة صار لها كم سنة وأتوقع راح تكمل لأنه سهل تسوونه، صحي بنفس الوقت ويصلح أي وقت باليوم، وفي رمضان أحب أكله وقت السحور. في مطعمنا كرمز الكاين في المروج معروفين بالريوق، ونقدم الأفوكادو توست مع مشروم البورتوبيلو وسلطة الطحينة، عجيب. Thank you. أول شيء الأفوكادو لازم تكون مستوية، الدهون الصحية والألياف والمواد الغذائية في الأفوكادو مفيدة للشعر والبشرة. راح تهرسون الأفوكادو مع الشوكة وتخلطون معه شوية عصير ليمون، ملح وفلفل أسود حسب رغبتكم، وبعدين تستخدمون الخبز اللي تفضلونه. أنا راح أستخدم الساوردو اللي عندنا في كرامز، وتحمشونه شوي بالفرن أو التوستر. بعدها نوزن خلطة الأفوكادو على التوست، ممكن نستمتع فيها مثل ما هي أو نرش عليها شوية فلفل حار. ممكن تحطون رشة دقة، وراح أشارككم بوصفة الدقة مع الفستق بفيديو قادم، وهم شوية طماطم مقطع من فوق هم ما يضرها. الطريقة الثانية مع بيض مسلوق وشوية من صلصة السرياتشا، والطريقة الثالثة مع السامن المدخن مع زيادة من عصير ليمون وزيادة فلفل أسود. بصراحة في مرات دمجت ثلاث طرق مع بعض ويطلع وايد لذيذ. اللي ما جرب الأفوكادو توست ضروري تجربونه، راح تبون تاكلونه كل يوم. واللي يحب الأفوكادو توست خلي شاركنا طريقته المفضلة في أسفل الفيديو. وإذا حابين تجربون الأفوكادو توست في كرامز، زورونا على الريوق في مطعمنا بعد رمضان. ممكن تطلبون معظم منيو المطعم توصيل إلى المنزل عن طريق تطبيق كارج. الحلويات والهدايا والتهنئة برمضان وبرقيعان موجودين على موقع بلينز، راح تلقون الرابط لكارج وبلينز في أسفل الفيديو. ولمزيد من الوصفات تابعونا على سناب شات والمدونة، وتأكدوا أنكم تسوون سبسكرايب لقناة كرامز على يوتيوب علشان ما تطوفكم ولا وصفة. باي.